السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه نتوما لاباس؟ نتوما تكونوا في احسن حال، وتكون داك الشهر اللي كتقول لكم فاتن المكنسيه اللي هي يوميه زعيمه، اليوم خير من البارح. اصلا لا حياه بدون تفاؤل، حنا متفائلين ان اللي جاي احسن ان شاء الله، وكنتمنوا خوتي هذا الوباء يترفع لنا في اقرب وقت، وان شاء الله نرجعوا سالمين غالمين لبلادنا. حنا راه مازالين عالقين في مصر، ومازالين كنتسناو داك الفرج، وكنتسناو داك الخبير ديال امتى ان غدا غادي يكون عندنا السفر، نرجعوا ان شاء الله لبلادنا. توحشناكم صراحه كاملين بزاف، حبابنا وصحابنا وناسنا وجيراننا، كلكم توحشناكم، كلكم كنتمنوا نلقاوكم على خير وبخير، ولقاو كلشي الامور مزيانه، ويا ربي ترفع لنا هذا الوباء ويكون اخر وباء اللي كيضرب بلادنا والعالم الاسلامي كامل، وان شاء الله الامور كلها ترجع على خير وبخير. ما تحرموناش اخوتي خواتاتي من دعواتكم معنا، باش ان شاء الله تقاد الامور ونرجعوا مزيانين. لا فيديو اللي غادي نهضروا عليها خوتي اليوم هو ديال داك بالنسبه لي انا ما كنسميهمش يوميات روتين يومي، وانما فيديوهات اباحيه تحت اسم روتين اليوم. لان خوتي داكشي بزاف ان الانسان ما يشوف ويسكت، كتدخل اليوتيوب كيجيك اشمئزاز، قسما بالله كيجيك اشمئزاز، وكي كتكره راسك، كتكره صوت فاش تلقى ان دوك الناس ولاد بلادك هما اللي دايرين داكشي، دوك العاهرات اللي خوسخوا اليوتيوب باقصى حد، وسخوا حتى السمعه المغاربه على ان كلشي ما مزيانش. خليكم معنا خوتي خواتاتي، نهضروا شويه في هذا الموضوع، والله يهديهم، كنتمنوا لهم الهدايه ويعاقب راسهم اش عمرهم تيديروا. كيف ما قلت لكم خوتي خواتاتي، ولينا كنحشموا والله العظيم حتى ندخلوا حنا كنساء، وكنحشموا ندخلوا نشوفوا داكشي. انا بعدا فاش كندخل كيجيني اشمئزاز منهم، راه ماشي حسدا ولا غيره من انهم الفيديوهات ديالهم كيطلعوا ولا كيجيبوا مشاهده او لا كياخذوا ارباح، بالعكس، ولكن غيره على بلادنا وعلى الناس بلادنا انهم وصلوا، راه تعرفوا في واحد الدرجه ما نقولكش هما الوحيدين اللي الروتين اليومي روتين ما عندوش علاقه بداك الروتين اليومي، داك الشقا اللي كيديروا، بغض النظر انه عنده علاقه كبيره بالاباحيات، يعني تير الناس بالمفاتن ديالها بداك الجسم ديالها. لان كما كنعرفوا اخوتي اخواتاتي، احنا كاملين مغاربه، وكنا عمرنا ما كنديروا الشقا، اننا يعني ملي غنبغيو نديروا الشقا راه كنختاروا الملابس اللي كنلبسوا، ماشي هذوك اللي كيبانوا فيهم، وكذلك ما كتكونش يعني مهيئ انك باش تنوض غادي تنوض تخمل الصالون وتخمل بيت النعاس وتدخل مع ان هذا الشيء هذا كامل ما عنده حتى فايده، يعني المحتوى زيرو ما فايدش. يعني شنو معناتها انك تخمل بيت النعاس، او لا معناتها انك تعلق ريدو، او لا معناتها انك تسبقن زربيه ولا دير طلامك، هذا الشيء راه جد عادي في اي دار كله كيديروا. يعني شنو المستوى، يعني شنو المحتوى، شنو الافاده اللي بغاو يعطيونا منه؟ وبلا شيء كامل انك تشوف انسان على سنقيت 10 عن الضفر طوال، الشفار لي لونتي، الشعر مصوب، واللباس، يعني كيختاروا الملابس الضيقه اولا الملابس اللي شفافه اللي كتبين الاجسام ديالهم كامله اللي غيديروا الشقه. وهذا الشيء حنا ما تربيناش عليه وما كنعرفوش. ما يمكنش انك حتى قدام اخوتك قدام الاب ديالك كتحترم، ما يمكنلكش تجلس بدوك الحوايج هكذاك، ولا تجلس بديك مزيرين عليك وهادو باش غادي دير بهم الشقه. اصلا حنا كنا كنعرفوا اللي حتى كبرنا عليها ان الشقه كيدار بهذيك الفواطه، يعني ديك الفواطه كتدويها المراه او البنت على النص ديالها باش انها دير الشقه. دابا خوتي اللي ولينا كنشوفوا حتى علاقه، حتى علاقه غير المرض، غير المرض. كما تشوفوا معايا هاد اللعيبه اللي راه دايره دابا هاد السيده هادي، شنو علاقتها بالروتين، شنو علاقتها بالحداقه؟ انا ما عرفتش شنو محلها من الاعراب فهاد الحداقه وفهاد الشيء هذا كامل. يعني علاش اننا نلبسوا حوايج هادي ونديروا ديك الحركات؟ كل الفيديوهات كتشوفهم اللي كيديروا هاد الناس هادو كلهم، والا انهم اباحيين، الا انهم كيتيروا يعني المفاتن ديالهم كيتيروا، يعني ما عرفتش شنو اللي بغاو يوصلوا للناس. ما عندوش علاقه بالشقه كما قلت لكم، ما عندوش علاقه لا بالنقال حتى شي حاجه، شي حوايج لله. والغريب في الامر اخوتي خواتاتي هو ان حنا الرجل المغربي عندنا كنعرفوه فيه واحد الغيره وفيه واحد النفس قاصحه وما تيرضاش، لكن اللي كنشوفوا دابا ما كاينش هذا الشيء. هذا واش الفلوس سكتاتو؟ الفلوس غيراتو؟ خلاتو يعني الفلوس ما يبقى يهضر حتى على شي حاجه؟ وكما كتشوف انه في ديورهم مع ازواجهم مع والديهم مع ابائهم مع بزاف، ورغم ذلك كيديروا دوك المشاكل وديك الكوارث، والناس كيتفرجوا فيهم، يعني ملي تكون غير محترم للحومه، الاحترام للبيت اللي انت عايش فيه، الاحترام للناس اللي كتفرج، الاحترام، يعني هذاك المتلقي شنو بغى ياخذ، شنو بغيتوا توصلوا له من هذوك الفيديوهات؟ راه حتى شي حاجه، غير انه كتعرضوا نفسكم
مجانا باش ان يدخل لكم الفلوس وهما يتفرجوا. ونفترض اخوتي اخواتي مثلا اننا بغينا نديروا داك الشقه روتين، يعني كي الناس كيشاركوا مع الناس ديالهم اللي كيبغيوهم واللي مشتركين معاهم انهم كيشاركوا معهم حياتهم اليوميه، اوكي ماشي مشكله. ولكن السؤال علاش الكاميرا ديما اللور غتشارك مع واحد الناس هذه باش الناس حتى الناس تشوف شنو كدير؟ يعني انت حتى هذاك المتلقي اللي انت كتبغيه باش يشوف منك ما كيشوف والو، كتجي كتصور له المؤخره ونبي عليه السلام كديرها له وصافي. يعني شنو غيستافد؟ خلي الانسان، يعني كاين بزاف ديال الجوانب انك من غتجي منها الكاميرا باش يكون فيديو لائق. لا، الكاميرا دائما الله ودائما مركزه في منطقه واحده. ما فهمتش انا علاش، والله ما فهمت شنو تم مركزه حتى كيتسالى الشقه. مثلا انا سيده غادي تمشي تنشر الحوايج، من علاقه انها صبنا تنشرت الحوايج، شنو غيستافد هذاك الانسان وداك اللي كيتفرج؟ انها ابدا، ولكن هي ماشي فارغه عندها كتنشر الحوايج اولا كتصب الحوايج، هي عندها غرضها في ديك. وهذوك المناطق كانوا شحال هادي كما تسمو على عليهم، دابا ولاو هما مصدر الرزق ديالهم، منهم تيدخلوا الفلوس بصح. يعني اللي دابا عندها شي مؤخرة هي باش كتعيش، هي باش كتدخل الفلوس، الإضافة على الكلام، الإضافة لطريقة الهضرة، الإضافة يعني شي مسائل راه ما عندهمش علاقة بالروتين. علاش تنديروا هذا الشيء؟ علاش دوك العاهرات شوهوا لنا البلاد وشوهوا لنا الإخوان وشوهوا لنا البنات؟ ومع أنه قلت لكم كاينين بنات الله يعمرها سلعوا الحداقة ديال بصح، ماشي هذيك الحداقة اللي يعني كيكون صالون مقادد وبيت ناس مخمل وبزاف د الحوايج وكتجي غير كتبين الأجهزة الجسم ديالها والحوايج اللي هي لابسة لاصقين عليها، راه ما كاين الحداقة لهم يحزنون. فبما أن كاينين ناس عندهم الفيديوهات اللي فيهم محتواتهم الزوين سواء في الطبخ أو في هذا الروتين أو في شي حاجة تستافد منها، ما كيشوف لهم حتى واحد شي حاجه وما تيطلع لهم حتى مشاهده. والاخرين طالعين صاروخ، وهذا هو اللي شجعهم. ودابا انا شفت ان الحكومات بدات تدخل، وشفت اللي كانوا يشدوها، وشفت يعني بزاف، وكنتمنى ان هذا الشيء يكون باش يتنقى اليوتيوب، يتنقى الناس اللي بحال هكا. هادو الناس راه ما كيشرفوش انهم باش يديروا شي حاجه اليوتيوب باش الناس تتفرج فيها، بالعكس غير كيزيدوا تشويه السمعه، تشويه سمعه المراه المغربيه على انها عاهره، وهي نعمه المراه في اي حاجه الا مراه قويه ومراه شريفه ومراه عفيفه ومراه اللي قاده ويعول عليها الانسان ام صالحه بصح. ولكن شكون اللي خلاها؟ الفلوس من الادسنس باش يجيك واحد الربح من الادسنس وباش دير لاباس، دير ديور، دير طوموبيل، ماشي مشكل. حتى الراجل يسكت يشارك حتى هو يصور معها، الاب ماشي مشكل تدلو فمو بالفلوس، الاخ كذلك الا عطاو دورات معاه باش يكمي ولا باش هادي. هذا اللي كان خوتي خواتاتي الفيديو ديال اليوم ديال نينا بصح، عينا ما نصبروا عينا ما نسكتوا. ولكن هادشي بزاف مع تغيزاي غيزاي، لان كل ما فيديو كتحطوا هاد السيده وكيطلع على صاروخ وكت الا الاخرى كتجي فحالها، حيت حنا ضروري من عندها خاصك تعاندو دير شي حاجه اللي كيكون فيها شي حاجه ديال الاب، دار شي واحد شي حاجه بحال هكا فيها دونك حتى الاخر غادي ينوض يديرها. هذا هو رسالتي اليوم اخوتي اخواتي، الله يهديهم الله يهديهم ويرجعوا شويه يخدموا شويه ضمائرهم، ديروا شي حاجه مزيانه ولكن بلا ما تفرشوا راسكم، بلا ما تشوهوا هذه، بلا ما تعريوا نفسكم. غير هي واحد الحاجه درتوها زوينه في هذا الحجر الصحي الصراحه، دوك العائرات ديال اليوتيوب اليوميه الروتين اليومي، وانه الناس اللي كانوا مساكن انهم محبوسين وما تيخرجوا ما تيدخلوا وما كان حتى الواحد ما يقدر يمشي حتى شي بلاصه، كنتوا نتوما كتقوموا بالدور ديالكم على اكمل وجه، وكنتوا كديروا ديك القضيه ديال خليك في دارك. ولكن مع عاهرات اليوميات يوميات روتيني قضي غراضك وصافي، هذا هو اللي كاين. وانا كنشوف انا هذوك الفيديوهات راه ماشي فيديوهات روتين يومي، قد ما هما فيديوهات اباحيه تحت اسم روتين يومي. الله يعفو عليكم اخوتي، الله يعفو عليكم انكم تراجعوا شويه وما تخليوش الفلوس تنسيكم كل شيء وتبيعوا كل شيء بالرخيص من اجل باش تدخلوا الفلوس ديال الادسنس من اليوتيوب ديال امريكا. الله يهديكم اخوتي، الله يهديكم. شكرا اخوتي لكم، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى ان الناس تبارطاجيو، ونتمنى ان هاد الناس هادو انهم يعيقوا بداك الشيء اللي كيديروا ويوقفوا شويه عليه حيت راه طغاو بزاف. ونتمنى اخوتي اللي عجبكم الفيديو بارطاجيو واشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. وتحيه للمراه المغربيه لانها راه ماشي هي هذيك اللي كيبينوها في اليوتيوب وفي ديك اليوميات ديالهم، ماشي هذيك المراه المغربيه وما عندنا حتى علاقه بها بكل صراحه. تحياتي لكم خوتي خواتاتي، وشكرا لكم، نتلاقوا معكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.